بريطاني يجدد الأمل في علاج كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تشيد بكين تواصل تحديها له، والهند تضررت منه الكثير. في الكويت الحصيلة اليومية للمتعافين أكثر من المصابين. متابعتنا الإخبارية تتواصل معكم، ونبدأها من إحصائيات وزارة الصحة. خلال 24 ساعة الماضية سجلت في البلاد 575 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 37533 حالة. جميع هذه الحالات 575 التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية هي لأشخاص مخالطين. هناك 190 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة. بالنسبة لحالات الشفاء والتعافي والتي بلغت نسبتها 77% بالبلاد، فقد سجلت خلال 24 ساعة الماضية 690 حالة شفاء في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 28896 حالة. هناك 3 حالات وفاة سجلت في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 306 حالات. وبالنظر إلى توزيع حالات الإصابة في مناطق البلاد الصحية، نجد أن محافظة الأحمدي تتقدم المناطق الصحية في البلاد بتسجيلها 144 حالة إصابة وبنسبة تصل إلى 25%. تليها محافظة الجهراء ب 139 إصابة وبنسبة 24%. محافظة الفروانية، وبعد أن كانت تحتل لمدة طويلة المرتبة الأولى، تأتي لتحتل المرتبة الثالثة ب 128 إصابة وبنسبة 22%. تليها محافظة حولي ب 96 إصابة وبنسبة 17%. وأخيرا محافظة العاصمة سجلت فيها 68 إصابة بنسبة 12%. ومن المناطق الصحية في البلاد ننتقل إلى المناطق السكنية وأعلى المناطق في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نجد أن منطقة القصر تتقدم مناطق البلاد السكنية في تسجيلها لحالات الإصابة، وللمرة الأولى تدخل عدد المناطق الأعلى تسجيل لحالات الإصابة بتسجيلها 29 حالة إصابة. تليها منطقة السالمية بتسجيل 28 حالة إصابة. منطقة جليب للشيوخ تأتي ثالثا بتسجيل 26 حالة إصابة. من ثم منطقة سعد العبدالله بتسجيل 26 حالة إصابة. منطقة المهبولة تأتي تاليا بتسجيل 21 حالة إصابة، ومن ثم منطقة العبدلي بتسجيل 19 حالة إصابة. 11 مواطن خالفوا قرار حظر التجول، منهم 9 خالفوا قرار الحجر المنزلي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للتحقيق في الجهات المختصة، وسجلت بحقهم قضايا بهذا الشأن. أرقام كورونا في العالم تكسر حاجز 8 ملايين إصابة بتسجيلها أكثر من 8,295,000 حالة إصابة. نسبة المتعافين تبشر بالأمل، حيث سجلت 52% حالات تعافي برقم يزيد عن 4 ملايين حالة شفاء. أما بالنسبة لحالات الوفيات فتشكل 5% من إجمالي عدد حالات الإصابات وبرقم يزيد عن 446,000 حالة وفاة.
دواء ديكساميثازون الذي يستخدم منذ الستينيات لتخفيف الالتهابات المصاحبة للأمراض له نتائج إيجابية في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا، ويمكن أن يساعد في إنقاذ الحياة. منظمة الصحة العالمية قالت إنه أول علاج مثبت يقلل من وفيات مرضى كورونا أصحاب الحالات الحرجة، وبعد استخدامه انخفضت معدلات الوفاة بحوالي 5. الصين دخلت في حالة الطوارئ، عاصمتها بكين تواصل تسجيل إصابات كورونا. تم إلغاء العشرات من الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومناطق بكين تحت القيود الصارمة. عودة ظهور الفيروس خلال 6 أيام الماضية غيرت نمط الحياة اليومية لسكان بكين الذين يخشون أن تكون مدينتهم في طريقها إلى العزل في ظل تزايد إصابات كورونا. وفي آخر حصيلة يومية سجل 31 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 137. إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2,100,000، ووصل عدد الوفيات إلى 116,850، متجاوزا عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى. ووفقا لوزارة شؤون قدام المحاربين، فإن عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى يناهز 116,500 عسكري. إلى الهند، حيث تستمر أرقام كورونا بالارتفاع وتسجل أرقاما قياسية. في يوم واحد سجلت حوالي 2,000 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى ما يقارب 12,000 حالة وفاة. مدينة بومبي هي الأكثر تضررا بالوباء بتسجيلها 832 حالة وفاة، وعاصمتها نيودلهي سجلت 400 حالة وفاة خلال 24 ساعة. في روسيا تم تسجيل أقل عدد يومي من الإصابات منذ شهر أبريل الماضي. أعلنت السلطات هناك عن تسجيل 7,843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 553,301، وعدد الوفيات وصل إلى 7,478، وتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة إصابات كورونا العالمية. نيوزيلندا التي أعلنت انتصارها على كورونا بدأ يقلقها هذا الفيروس من جديد، غدا تسجيلها إصابتين جديدتين بالفيروس مرتبطتين بالسفر. جاسيندا أردن رئيسة وزراء نيوزيلندا قررت اللجوء للحزم، فكلفت الجيش بمراقبة الحدود وبمواجهة إجراءات الحجر المفروضة في نيوزيلندا. يسمح فقط للمواطنين وعائلتهم بالدخول إلى البلاد، ويخضع كل الوافدين إلى حجر صحي مدته 14 يوما. خوفا من موجة ثانية لفيروس كورونا، حلف الناتو يستعد بتخزين المعدات واللوازم الطبية. أمين حلف الناتو يانس ستولتنبرغ قال إن خطة تنفيذية ستطرح لوزارة الدفاع لتمكين تخزين المعدات الطبية وتوزيعها بسرعة إذا دعت الحاجة. وسيتم إنشاء صندوق مالي خاص لشراء المستلزمات الطبية وتسديد نفقات الأطباء والمرضى بغية الاستجابة السريعة لموجة ثانية ممكنة للجائحة. لليوم 23 على التوالي تايلاند بدون أي حالات إصابة محلية لعدوى كورونا. هذا ما أعلنت عنه اليوم الحكومة التايلاندية عبر المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد 19. وسجلت تايلاند في المجمل 58 حالة وفاة و 3,135 مصاب، تعافى منهم 2,996. أكد الرئيس الهندوراسي خوان أورلاندو إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج وسيعمل عن بعد ومن خلال مساعديه. وقال خوان أورلاندو إنه يعاني من أعراض بسيطة وبدأ في تلقي العلاج وأنه يشعر بتحسن. وليس الرئيس فقط، بل تأكدت أيضا إصابة زوجته واثنين من مساعديه بالفيروس، وأن الجميع يخضعون للعلاج. هذا وقد سجلت
سجلت هندوراس قرابة 10,000 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و330 وفاة حتى اليوم. ويبدو أن روسيا تسير بخطين متوازيين، فمع أعداد الإصابات والتي يصل معدلها إلى 7,000 إصابة يوميا، إلا أنها مصممة في الوقت نفسه للعودة إلى ما قبل عهد كورونا. فتحت موسكو مطاعمها وخرج السكان من منازلهم، وباستطاعتهم أيضا استخدام وسائل النقل العام والمركبات دون قيود. السلطات في موسكو اتخذت هذا القرار الجريء بناء على بداية تلاشي الوباء وقلة الضغط على النظام الصحي على حد قولها. منتزهات وحدائق ديزني لاند في هونغ كونغ يعود إليها المرح من جديد بعد أكثر من 4 أشهر من الإغلاق المؤقت بسبب جائحة فيروس كورونا، وسط احتياطات صحية واسعة كفحص درجة حرارة الجسم والتشتيت الاجتماعي في ركوب الخيل والطوابير. ولا يزال بإمكان رواد الحديقة التفاعل مع شخصيات ديزني المفضلة لديهم، ولكن على مسافة بعيدة، وستظل فرص التقاط الصور محظورة. دور العرض في إيطاليا تستمتع بالفن السابع، بداية جديدة لعالم السينما يخوضها الإيطاليون بعد إعادة افتتاح دور السينما، حيث تواصل البلاد تخفيف القيود المفروضة على مكافحة انتشار كوفيد-19 تدريجيا. التجربة عاطفية وغريبة، لأن قواعد السلامة الجديدة في دور السينما تتضمن ترك مقعدين فارغين بجوار كل متفرج للحفاظ على المسافة الاجتماعية مع ارتداء أقنعة الوجه في المناطق العامة، ولكن ليس أثناء مشاهدة الفيلم. في ظل جائحة كورونا، السلحفاة دييغو ينقذ فصيلته من الانقراض. عاد إلى موطنه الأصلي إسبانولا النائية وغير المأهولة بعد نصف قرن قضاها في حديقة غالاباغوس الوطنية في سانتا كروز ضمن برنامج التكاثر. دييغو كانت مساهمته مثمرة، فهو مسؤول عن 40% من عدد السلاحف في الجزيرة البالغ عددها 2000 سلحفاة. هناك من يتشائم من كورونا ويخشاها جدا، إلا أن دييغو السلحفاة سعيد جدا، مناعة من كورونا ومن البشر أيضا. بعد البوندسليغا الألمانية والكأس الإيطالية والليغا الإسبانية، الدوري الإنجليزي الممتاز يعود ليكمل باكورة البطولات الأوروبية الكبرى التي وضعت حدا لكورونا. كورونا يتلاشى شيئا فشيء أمام كرة القدم. إنجلترا مهد كرة القدم وموطنها الأول. كورونا كان كابوسا للدوري الإنجليزي قرابة 3 أشهر، رغم أنهم من اخترعوا لعبة كرة القدم وقدموها إلى العالم في القرن 19، إلا أنهم تريثوا في العودة في ظل جائحة كورونا. الليلة يشهد الإنجليز عودة البريمير ليج في استئناف مباريات البطولة. العودة قد تشهد تتويج ليفربول الذي بات من المحتمل القريب أن يرفع كأس البريمير ليج بعد غياب دام لقرابة 30 عاما. إنجلترا تطوي مرحلة الترقب وتعيد الحياة لكرة القدم. الحال ليس كما كان، يسير بوتيرة بطيئة نحو الأفضل عند الالتسام. نتضمن في النوائب فالكل شريك في الحلول حتى تنغش الغمة وتزول كل الشوائب. الأهم أن نبقى ملتزمين بالنصائح. ابقوا في منازلكم آمنين، وغدا أجمل بإذن الله.